التواصل مستمر متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، وهكذا المسيرة تستمر بهذه المشاركة القوية لأبناء القبائل الذين يحرصون كل الحرص للمشاركة في هذا الميدان، أحد ميادين دبي، وهو ميدان الهباب الذي يفتح أبوابه ويستقبل كل الأخوة المشاركين في هذا التحدي. نذهب إلى التحدي ونتابع المقدمة، مياز محمد بن سيف بن علي بن كليب على المركز الأول، أما المركز الثاني برمجة علي بن سعيد بن صرود من يقدم هذه البرمجة في هذا التحدي. النقلة التالية على المركز الثالث المجنونة هو علي بن عبيد بن رشيد بالمركز الثالث، المركز الرابع عندنا بن صوار راشد بن علي بن كليب. إذا انتقلنا إلى المركز الخامس الظاهر حميد بن علي بن خنيفر الحجري، والمركز السادس شعار السيد مطر بن محمد بن مطر بن غدير، أما المركز السابع شعار عبد الله بن سعيد أبو حيمد، المركز الثامن الوصول من الشايبة سلطان بن سالم بن عجيل، والمركز التاسع تيج بن علي بن خفية، أما المركز العاشر سيف بن مطر بن لاحج الهايري. هذه المراكز الأولى متابعينا الكرام، نعود إلى المقدمة لنتابع مياسة على الصدارة. شعار راشد بن علي بن كليب هو من يتقدم في هذا الشوط، ولا شوف العصي قوس نعم المركز الثاني اللي هي المجنونة على ما أعتقد علي بن عبيد بن رشيد بالمركز الثاني، والمركز الثالث برمجة علي بن سعيد بن صرود بالمركز الثالث، أما المركز الرابع شعار راشد بن علي بن كليب. هذه المراكز الأولى، هذه تقريبا المراكز الأولى. يلا يا الحجري، يلا يا الحجري، تحرك تحرك إذا تبى الناموس، بدأ يحرك وتتحرك اللي هي تحمل شعار الحجري. ولكن نتابع المقدمة نتابع مقدمة الشوط ومياسه، على الصدارة. شعار راشد بن علي بن كليب، هناك علي بن عبيد بن رشيد يلا يا ابو سعيد، علي بن سعيد بن صرود مع برمجة على المركز الثالث. حرك اذا بقنا اذا بتبى الناموس، لان بقدينا نغادر لوحة 800 متر، والتغيير الذي طرأ من قبل هذه المجنونة يا سلام، جنجنونا في اللحظات الأخيرة بشعار علي بن عبيد بن رشيد والعصا قوس يا فل، ولا تحمل التخرخيش أبدا، سكر جهازه لا تكلمها يحرك بن كليب المركز الثالث أيضا بن كليب، الرابع علي بن سعيد بن صرود، ولكن المينونة بن كليب وبن رشيد يلا هي الشعار الأحمر، يلا يا الشعار الأصفر، يلا يا النهاية وين هملولة، وين المينونة، وين يلا خلها تستجن يا بن رشيد، عطها خلها يحرق احرق، ولكن هناك بدأ الحراق، هناك بدأ الطواف، هناك بدأ التحدي. هملولة ولا هي مياسة؟ نعم، محمد بن سيف بن كليب للمرة الثامنة انهني على هذا الانتصار، انهني على هذا الفوز. تهانينا لمحمد بن علي بن كليب الثاني، علي بن عبيد بن رشيد المركز الثالث، محمد بن فاهم روية الرابع، علي بن سعيد بن صرود، والخامس أحمد بن سيف بالضبيعة. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في هذا الانطلاق في هذا التحدي في الشوط الثالث عشر.